ما حكم إقامة وليمة عشاء لمدير أو رئيس من قبل الموظفين عنده؟ ما هو طيب هذا، فيه اتهام أنه يحابي معهم ويتساهل معهم، فمديرك لا تقدم له شيء إلا مع الناس، إذا عزمت الناس تعزمه ما يخالف، إلا منك تزوجت وحطيت وليمة، ولا جاك أحد وحطيت وليمة وناديته مع الناس ما في بأس، أما أنك تخصه بعزيمة هذا فيه اتهام. نعم.